تعال أفرجيكم الفرق بين مرسيدس والسيارات الألمانية الأصلية. السيارات الألمانية مثل البي ام دبليو أودي بورش تعتمد على السيفتي فيرست، أمانك أمان عائلتك وأطفالك. هاي لو شغلنا السيارة مثلا أوكي وهاي نحن راح نمشي تمام، هذه السيارة على الدي، مشت السيارة فتحنا الباب وقفت السيارة فورا حولت على البارك تمام، سكرنا الباب السيارة راح تمشي تمام. طبعا مرسيدس ما عاد يجي ألماني، صار كله أمريكي على صيني، هذا هي صناعة أمريكا made in USA تمام، واللي عندكم تايواني على صيني بالشرق الأوسط. هذه مرسيدس يا سيدي، شوف وين حاطين مساحات عاملين جير، هاي مشينا تمام، هاي مشت المرسيدس فتحنا الباب ظلت ماشي السيارة يا معود، سيارة الرؤساء يا معود يا معود، وقف تقول لك يا معود، ظلت ماشي السيارة. استعطيك علامي انه الباب هذه من شان ما تقولوا انا بتعدى على مرسيدس او بكره مرسيدس، دايما بفرجيكم الاثباتات والدليل، اكتبوا تم عمو الاصيل مع زلغوطة، يلا حيو.